بيوم من أيام سنة 1916، ولما كان طالب المرحلة الثانية بكلية الطب جاي مكلين يشرح خلايا الكبد، لاحظ مركب غريب قابل للذوبان بالشحوم، الشيء اللي خلاه يستدعي أستاذه وليام هاول اللي أكد له أنه هذا المركب ما معروف سابقا. اتفق الطالب وأستاذه على تسمية هذا المركب هيبارين نسبة إلى هيبار اللي معناها كبد باللغة اليونانية. بقى الهيبارين مركب غير قابل للتصنيع التجاري إلى بداية الثلاثينيات، لما نشر ايريك جوربس أبحاثه اللي شرحت تركيب الهيبارين، واللي من خلالها قدرت شركة فايترام اي بي انها تصنع أول هيبارين قابل للاستخدام التجاري عام 1938. للأسف كان هذا الهيبارين كلش غالي وكان عنده سمية عالية. بين عام 1933 وعام 1936 قامت مختبرات كونت بالتعاون مع جامعة تورنتو بابتكار طريقة آمنة تنتج هيبارين غير سام ونقدر نعطيه للمرضى من خلال محلول وريدي. الهيبارين هو مركب طبيعي تنتجه خلايا الجسم، يمنع تخثر الدم داخل الأوعية الدموية. استعمالاته العلاجية هواية، منها الأزمة القلبية، ومنها الارتجاف الأذيني، ومنها الدوالي، ومنها الوذمة الرئوية، ومنها الدياليسيس أو الغسيل الكلوي. حسب إحصاءات زيون ماركت ريسيرش، بلغت مبيعات الهيبارين العالمية عام 2017 $9.98 بليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى $14.3 بليون دولار بحلول عام 2023. لهنا تنتهي حلقة خستخان لهذا الأسبوع. إذا عجبتكم الحلقة لايك شير وسبسكرايب، أودعناكم.